تفاعل ناشطو وسائل التواصل الاجتماعي مع مشاهد وصور الانفجار الذي شهدته محافظة شبوة خلال الساعات الماضية. الانفجار مشاهدين الذي استهدف أنبوب النفط في جولة الريدة بمديرية ميفعة ناتج عن عبوات ناسفة زرعت بالقرب من الأنبوب. يقول مواطنون أنهم سمعوا دوي انفجار في معظم مناطق ميفعة والقرى المحيطة بها. نتابع مشاهدين هذه المادة أثناء وقوع الانفجار. مباشر 23 رمضان، انفجار جهة بلال عاص، الزان شارقة، ميفعة كلها شارقة. الله يستر. مباشر الآن بالحاف أنبوب. أعمال تخريبية هالة فظيعة وشنيعة، وفي شهر الخير نجد من يقوم بمثل هذه الأعمال المدانة والتي تعود بوبال وخسائر كبيرة على الدولة. ناهيك أيمن عن التلوث الكبير الذي سيلحق بالمجاورين وبالمدينة نفسها جرى هذا الانفجار، يعني عمل تخريبي لا يمكن السكوت عنه ولا يمكن أن يأتي من عقلاء أو ناس يعني يمنيين. مشاهدينا، هناك كثير من التفاعلات حول هذا الموضوع، نبدأها معكم من عبد الله أبو بكر بارحمة، والذي غرد قائلا: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نامت أعين الجبناء الذين لا تروق لهم حالة الأمن والاستقرار والسكينة في محافظة شبوة، وكان الله في عون الأهالي في مديريتي ميفعة ورضوم بعد الصدمة والضرر الكبير الذي تعرضوا له جراء العمل التخريبي والذي استهدف أنبوب الغاز والذي شوهد من أغلب مديريات المحافظة. البيئة ستأخذ نصيب الأسد من هذا الضرر. أما مشاهدينا، محمد منصور غرد قائلا: تفجير أنبوب النفط عاد دخيل على مجتمعنا الشبواني، يجب أن يقف الجميع بحزم تجاه هذه التصرفات الخبيثة. نعم، هناك حقوق للمجتمع الشبواني من تخفيض أسعار وتوفير مشتقات بسعر محسن، لكن ما هكذا تنال أو تنال الحقوق بالإفساد، ولا نعالج المنكر بمنكر أكبر منه. مصالح المواطنين وسلامتهم من التلوث البيئي خط أحمر. داود محمد مشاهدينا غرد كذلك قائلا: التلوث الناتج عن انفجار الأنبوب ليوم واحد يعادل 10 سنوات من التلوث المنبعث من شعلة المنشأة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم تفجير الأنبوب فيها بنفس المنطقة. دفعت ميفعة ورضوم ضريبة كبيرة من الأمراض في فئة أطفالها جراء هذا التلوث. أما أروى الشميري مشاهدينا غردت قائلا: $500 مليار قيمة الغاز المشتعل جراء تفجير الأنبوب المتجه من مأرب إلى شبوة بالحاف كانت تذهب رواتب للمسؤولين المغتربين، لذلك لا يجب أن نزعل عليه. ومع ذلك وجهة نظر قد نختلف كثير معها، فهذا عمل تخريبي لا يمكن أن نقبل به مهما كان. أما زكريا غرد قائلا مشاهدينا: تفجير أنبوب الغاز في محافظة شبوة هو أهم أنبوب غاز في اليمن، والسبب تمركز قوات إماراتية في منشأة بالحاف، أهم منشأة يمنية لتصدير الغاز المسال، وحولتها إلى قاعدة عسكرية ومنعت استئناف تصدير الغاز رغم الدعوات المتكررة من قبل محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو بإخلاء المنشأة خلال فترة توليه للمنصب. وتحول الوجود العسكري الإماراتي في بالحاف إلى مصدر توتر دائم مع السلطات المحلية في شبوة. أما الصحفي عامر الدميني غرد قائلا مشاهدينا: الصورة لإحدى المناطق في شبوة قبل قليل والإضاءة ناجمة عن عمل تخريبي استهدف أنبوب الغاز في مديرية ميفعة وأضاء المناطق المجاورة من ضخامة الانفجار. وفق شهود عيان، تلك جرائم خطيرة تلحق أضرار فادحة بالمواطن والدولة ولا يجب السكوت عليها. فعلا هل لا يجب السكوت عليها؟ ومن خلال ما قرأنا أن الانفجار كان ضخم، يعني لا تدل على أنها عبوة صغيرة، ولكن كانت عبوة كبيرة ربما، والانفجار أصبح يعني
كل أبناء المنطقة عرفوا بهذا الانفجار. الخسائر الناتجة عن هذا الانفجار أيمن كما ذكر يعني رجعنا العشر سنوات يعني كالانفجار الكيميائي وضرره كبير، الأوبئة تنتشر، الأطفال يتضررون، السرطان تنتشر بشكل كبير. يعني يجب الأخذ بعين الاعتبار لمن قام بهذا العمل ويجب أن يحاسب. يجب أن يحاسب من قام بهذا العمل وأن لا يترك مثل هذا المواطنين أو الساكنين في المناطق المجاورة. نتمنى السلام علي اليمن ولليمنيين. مشاهدينا نختتم هذه الفقرة في بصور لقطع أثرية ونقوش مسندية عثر عليها مزارعون في منطقة بيتيس بمديرية جعار بمحافظة أبين، ويعتقد أن الموقع الذي اكتشف فيه الآثار يعود لمعبد الشمس في مملكة قتبان، الأمر الذي قد يفتح الأبواب أمام عمليات استكشاف أخرى لآثار مدفونة تحت الأرض. نتابع.